السلام عليكم. في الفيديو ده هشرح طريقة حل التراسز باستخدام الـ Direct Stiffness Method. برضه هنكمل على اللي عملناه في الروبس بنفس الـ Steps ونفس الخطوات. كل اللي هيزيد معايا بدل ما هيبقى الـ Degrees of Freedom بركز على الاتجاه الـ Member بس، لا أنا هركز دلوقتي في اتجاهين X و Y. نفتكر كده مع بعض. لو عندي ممبر بالمنظر ده، فعدد الديجريز اوف فريدم زي ما قلنا المفروض ان هو هيبقى واحد اللي هو في اتجاه الاكس، اتنين في اتجاه الواي، تلاتة اللي هو حوالين الزد، ونفس الكلام هنا أربعة وكده خمسة وكده ستة. طيب أنا دلوقتي في التراس ما عنديش غير أكزيال فورسز، يبقى انا هلغي خالص الروتيشنز لانها مش هتفيدني باي حاجه، مش هتفيدني باي معلومه، فهلغي الروتيشن اللي هي رقم 3 ورقم 6. كده بقى عندي 4 degrees of freedom لكل joint، يا اما يتحرك في اتجاه x يا اما يتحرك في اتجاه y، وهو ده اللي يهمني في التراسز. طيب تعالى نبدأ. هبدأ أحدد الـ degrees of freedom أول خطوة، بس قبل ما أحدد الـ degrees of freedom لازم أبدأ أدي تسمية لكل member ولكل node. فخلينا نسمي الـ support ده support A، نسمي الـ support ده support B، ونسمي ده C، ويبقى ده member واحد، ونخلي ده member اتنين. بس نخلي بالنا إن هنا في فرق في ال cross sectional area أو في ال steps. طيب degrees of freedom هلاقي إن عند point A ده support يبقى ما عندوش degrees of freedom، فهنا يبقى بزيرو. عند point C مسموح له إن هو يتحرك في X ومسموح له إن هو يتحرك في Y، طالما أنا مش عامل neglect لل axial load طبعا لأن ده trust. يبقى هنا أنا عندي ده ممكن يتحرك في اتجاه X، خلينا نقول ان اتجاه اكس ده هو اتجاه رقم واحد، ممكن يتحرك في اتجاه واي، خلينا ده الديجري اوف فريدم رقم اتنين. اذا انا عندي اتنين ديجريز اوف فريدم بما ان خلاص البي ده برضه سبورت فما عندوش ديجريز اوف فريدم. طيب عشان احدد ايه هما الديجريز اوف فريدم اللي عندي، فانا هبتدي احدد الانونز. يبقى زي ما قلنا عند الديفليكشن عند نقطة C في اتجاه X اللي هي ممكن نسميها بعد كده دي C واحد أو على طول دي واحد، دي أنا مش عارفها محتاج أعرفها عشان أعرف أحل. نفس الكلام في deflection عند النقطة C Y بتساوي deflection C اتنين مثلا، أو ممكن أقول على طول دلتا اتنين اللي هي unknown بالنسبة لي. يبقى أنا محتاج أحدد الكونتين دول. طيب الخطوة الثالثة زي ما كنا عارفين هي إني أكتب الإيكويشن. طيب والإيكويشن هنا هتبقى زي ما شفنا في الدايفرام، بما إن ده 2 ديجري أوف فريدم خلاص حفظناها، الفورس بتساوي الكي في الدلتا، بس هكتبهم في هيئة ستيفنس. فانا اقول ان ده في هيئة ماتريكس، فانا اقول ان ده الفورس ماتريكس، الاكسترنال فورس ماتريكس، ده الستيفنس ماتريكس، وده الدلتا ماتريكس او الدلتا فيكتور. طيب هنا هيبقى الفورس اللي في اتجاه الدجري رقم واحد، والفورس اللي في اتجاه الدجري رقم اتنين. هنا هيبقى كي واحد واحد، كي واحد اتنين، كي اتنين واحد، كي اتنين اتنين، وهنا دلتا واحد دلتا اتنين. عشان سهل بس تحفظ دي احفظهم بالترتيب، يعني 11 12 21 22. طيب خطوة رقم 4 عشان اعرف اطلع القيم اللي عندي، انا عارف الفورسز واقدر احسب الاستفنس بس ما اعرفش الديسبلسمنت، يبقى نحسب الاستفنس عشان نعرف نعوض. تعال نحسب الاستفنس. طيب
زي ما قلنا في الديافرام الاستفنس هيبقى متقسم لكيسز، لكل degree of freedom unit displacement، وأصفر باقي ال degrees of freedom. طب خلينا نقول هنا مثلا أنا عندي في case number one إن deflection واحد بتساوي unit بما إنه شغال بالمتر فيبقى 1 متر، وديفليكشن اتنين هيبقى صفر. طيب تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل لما هنعمل الخطوة دي. دلوقتي لما هحركه في الاتجاه واحد، يعني في الاتجاه ده 1 متر، هيبقى شكل الديفليكشن بتاعه كده، والممبر ده هيطول بالمنظر ده. طيب عشان اسهل عليا الحل فاحاول الاقي انجل واشتغل عليها، يعني فور اكزامبل الانجل اللي جوه دي هنا تعال نسميها ثيتا، انجل ثيتا. انجل ثيتا دي في رايت انجل ترانجل، لو جينا نرسمه بره هنقول ان ده ادي الرايت انجل ترانجل بتاعنا، انا عارف ان ده 4 وعارف ان ده 3، يبقى ده المثلث المعروف 3 4 5، ودي ثيتا. طيب نحسب قبل ما نبدأ حساباتنا بتاعت الاستفنس، نحسب كوزين ثيتا عشان هنحتاجها بعد كده وساين ثيتا. يبقى تاني اللي انا عملته حاولت الاقي انجل توضح العلاقة ما بين الممبرز، او على الاقل العلاقة ما بين الممبر المايل والاكس والواي عشان اعرف اعمل لها ريزوليوشن. تمام، لما جبت الثيتا لقيته في رايت انجل تراينجل، فقلت خلاص يبقى احسب على طول الكوزين والساين. برضو لو انت ما عرفتش تحسبه بالتراينجلز ممكن يبقى منديك الانجل جاهزة وانت بس محتاج تحسب كوزين وساين. طيب كوزين ثيتا adjacent على الهايبوتنس فيبقى 4 على 5، ساين ثيتا يبقى الاوبوزيت على الهايبوتنس 3 على 5. تمام، يبقى انا كده حددت الانجل وحددت الكوزين والساين عشان هستخدمها بعد كده. تعال نرجع للمسألة بتاعتنا ونفتكر مع بعض كنا بنقول عشان اعمل خطوات الاستفنس اول حاجه حدد ال unit displacement وده عملناه، تاني خطوه هي ان نرسم الفري بودي diagram، تالت خطوه هي اني apply الاكسيال لود المقصود بيها يعني الاكسيال استفنس، واخر خطوه خالص ان انا احدد بقى الاستفنس عن طريق الايكوليبريم ات جوينت. في الخطوه دي انا بحسب الاستفنس بتاع الممبرز يعني كي ممبر، وفي الخطوه دي انا بحسب الاستفنس بتاع الجوينت اللي هي كي جوينت. تعال نرجع للمساله بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. نقطة C عشان تتحرك لبره في اتجاه واحد degree of freedom واحد 1 متر، يبقى AC يبقى النقطة دي هتتحرك لبره كده 1 متر. عشان نقطة C تتحرك لبره 1 متر فأنا محتاج فورس قيمتها الاستفنس بتاعة ممبر AC اللي هي E في A over L. طيب وأنا عندي هنا الـ E مش E واحدة، ده هي 2 EA، والـ L بتاعتي ب4، يعني في الآخر تعتبر نص EA. تمام، يبقى عشان يحصل equilibrium للممبر هلاقي الناحية التانية نص EA.
تمام، زي ما اتعودنا الإكوليبريم هو إني هنقل الفورس عكس الاتجاه بس بنفس القيمة. نفس الكلام هنا، الفورس هتروح عكس الاتجاه ولكن بنفس القيمة. طيب تعال نشوف هنا نقطة C لما تتحرك لبره 1 متر، يعني الديفليكشن بتاعها يبقى حاجة كده. ركز في النقطة دي، أنا محتاج أجيب الفورس، الستيفنس فورس اللي هتبقى موجودة عند النقطة سي في اتجاه الممبر، بحيث انه تحرك النقطة دي ناحية degree of freedom 1 مقدار 1 متر، زي مسألة الرود اللي كنا شرحناها قبل كده. لو انا عارف ان الرود هيتحرك 2 متر، والستفنس بتاعتي بتاعت الرود ده، الكي بتاعت الرود ده هي 5 طن، يبقى عشان يتحرك 2 متر انا محتاج فورس قد ايه؟ محتاج فورس تساوي 5 طن في 2 متر بتاعتي اللي هي 10 طن، مظبوط كده؟ هنا بنفس الكلام، انا عايز اعرف الفورس اللي هتمشي عند ممبر سي ده، اللي هي تعالى نسميها مثلا كي سي اللي ماشية في ممبر رقم 2، تبقى قيمتها كام؟ والله الستفنس بتاعته عشان النقطة دي تتحرك لفوق 1 متر هي E A over L. ال E A over L اللي هي بتساوي E A over 5. أنا كده عرفت ده كده الاستفنس اللي اتحرك لي النقطة دي لبره 1 متر، بس هي فعليا مش هتحركها 1 متر، هي هتحركها جزء من ال1 متر. عشان أعرف هي اتحركت قد إيه في الاتجاه ده، يبقى هقول إن ده ال1 متر، الأنجل بتاعتي ثيتا، وده رايت أنجل تراينجل، يبقى دي ثيتا بتساوي ثيتا اللي موجودة هنا، ده alternative angles. تمام، ده ال1 متر عشان اوديه في الاتجاه بتاع الفورس بتاعتي، هعمل ايه؟ كوزاين القريبة وساين البعيد، يبقى الواحد في كوزاين القريبة يعني هيتحرك كده 1 كوزاين ثيتا، يبقى EA مضروبة في 1 كوزاين ثيتا. يبقى تاني اللي أنا عملته هي إن أنا قلت إن والله لو النقطة دي هتتحرك في اتجاه المنبر 1 متر فأنا محتاج EA over 5، لكن هو مش هيتحرك في اتجاه المنبر 1 متر، هو هيتحرك جزء من ال1 متر. طب مقدار الجزء ده قد ايه؟ عملت ريزولوشن للواحد اللي هو في اتجاه ديجري نمبر 1 في اتجاه الممبر بتاعي، عملته ازاي؟ حطيت تراينجل الهايبوتنس بتاعه عند الواحد، والرايت انجل تراينجل قفلته، وحددت الانجل بتاعتي بحيث انها تكون ايكوال للانجل بتاعه التراينجل الكبير اللي هي ثيتا. طلعت في الآخر إن محتاج أضرب 1 في كوزاين القريبة، يعني 1 كوزاين ثيتا عشان يطلع لي بالمنظر ده. طيب تعالى نعوض كده، الفاينل ريزلت هنا هتبقى كام؟ EA over 5 مضروب في 1 كوزاين ثيتا، احنا حاسبينها قبل كده ب 4 over 5، يبقى في الآخر أنا محتاج 4 EA over 25. طيب تعال نشوف الـ resultant الناحية التانية، أو هيبقى برضو 4 EA over 25، ونفس الكلام هنا هيبقى 4 EA over 25. تمام، هنا برضو نفس الكلام 4 EA over 25، بس اللي يهمني اللي عند degrees of freedom.
طب انا كده عملت ايه؟ انا كده حطيت الابلايد اكسيال لود، فاضل ان انا اعمل ايكوليبريم عند الجوينت. الفرض بتاعي بيقول ان انا عندي هنا ستيفنس فورس عند ديجري اوف فريدم رقم واحد نتيجة الكيس الاولانية، وعندي هنا ستيفنس فورس عند ديجري اوف فريدم رقم اتنين نتيجة الكيس الاولانية. نعمل equilibrium للجوينت سي، ألاقي إن هنا EA over 2، هنا 4 EA over 25، لفوق عندي K21، يمين عندي K11، وهنا الأنجل ثيتا. هعمل إيه في الأربعة EA؟ هعمل لها resolution مرة في الاتجاه ده ومرة في الاتجاه ده. تعالى نعمل ريزولوشن كده، هتبقى 4 اي اي 25 كوزاين ثيتا. كوزاين ثيتا اللي هي كام؟ اللي هي 4 5. طب وهنا هتبقى 4 اي اي 25 ساين ثيتا، وساين ثيتا عندي ب 3 اوفر 5. تمام، يبقى كي 21 كي 2 1 بتساوي 12 على 125 اي اي، و كي 11 بتساوي 16 اي اي على 125، و كي 11 بتساوي 16 اي اي على 125 زائد EA over 2، فتطلع في الآخر ب 157 على 250 EA. طيب تعال نشوف كيس 2. كيس 2 ايه اللي هيحصل فيها؟ هثبت الاولانيه deflection 1 بصفر و deflection 2 هو اللي هيبقى بواحد متر. طيب تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل في الستراكشر بتاعي. انا كان عندي اهو الستراكشر، وهحركه النقطه دي لفوق 1 متر، فيبقى حاجة كده. نفس الطريقة، أول حاجة نرسم الـ free body diagram. أنا عندي أهو تاني خطوة هي إني أبدأ، تالت خطوة هي إني أبدأ apply الـ unit displacement بتاعتي وأشوف. المفروض ان ده هيتحرك لفوق 1 متر، يبقى النقطة دي هتتحرك لفوق 1 متر. طيب ايه الـ stiffness force اللي هتبقى بتأثر على الممبر ده عشان تحركه لفوق في اتجاه perpendicular 1 متر؟ أكيد الـ stiffness دي هتبقى زيرو. إيه السبب؟ لأن مفيش component في الـ perpendicular direction. الـ component دايماً بأنجل أصغر أو أكبر من الـ 90، لكن مفيش component عند الـ 90. يعني لو جيت عملت cosine 90 تطلع معاك، يبقى الكي هنا والكي هنا بصفر، يبقى هنا كده زيرو. طيب السؤال عند النقطة سي، عشان تتحرك لفوق 1 متر، يبقى أنا محتاج فورس قيمتها قد إيه عشان تتحرك لفوق 1 متر؟ أكيد فورس تبقى البرة تشدها عشان ده هيطول،
تعالى نفتكر ان ده هو الثيتا بتاعتنا، تمام. يبقى زي ما قلنا المرة اللي فاتت، انا هحط الهايبوتنس بتاع الرايت انجل تراينجل عند الواحد متر، فهيبقى عندي حل من الاثنين، يا اما ده الناينتي يا اما ده الناينتي، الاثنين واحد، تمام. طيب بما ان ده ثيتا يبقى ده برضو ثيتا، يبقى دي الفا، يبقى اللي هناك دي هي الثيتا، تمام. خلينا نقول ان كوزين ثيتا هو هو ساين الفا، لان ثيتا والفا الاثنين ب 90 ديجري، يعني لو ده عملت كده 90 وقلت ان ده هنا ثيتا، فالانجل اللي هنا دي هي الفا، اوكي. يبقى كوزاين ثيتا هي ساين الفا، وساين ثيتا هي كوزاين الفا. طيب يبقى ايه الفورس اللي انا محتاجها هنا عشان النقطة دي تتحرك لفوق كده 1 متر؟ طيب ده عشان يتحرك في اتجاهه 1 متر محتاج E A over L اللي هو، ولما أعمل resolution للواحد متر في اتجاه الفورس، فهيبقى عندي 1 cosine ألف، يعني كأني بقول sin theta، يعني E A over 5 مضروبة في 3/5، يديني في الآخر 3 EA over 25. يبقى هنا الفورس هتبقى 3 EA over 25، نفس الكلام هنا 3 EA over 25، وهكذا. الخطوة الجاية هي بقى الإيكوليبريم. عندي الستيفنس فورس اللي هتبقى في اتجاه ديجري رقم 1 نتيجة ديفليكشن اللي حصل في كيس 2، و الستيفنس فورس اللي هتبقى في الديجري رقم 2 نتيجة كيس رقم 2. نعمل كده الإيكوليبريم بتاعنا، نعمل ريزولوشن، فيبقى عندي هنا 3 EA 25 في كوزاين ثيتا اللي هي 4/5، ويبقى عندي هنا في الاتجاه ده 3 EA/25 في ساين ثيتا اللي هي 3/5. يبقى في الآخر أنا عندي K12 بتساوي 12/125 EA، وده زي K21، وعندي K22 بتساوي 9/125 EA. كده أنا حددت الستيفنس. يبقى الخطوة الجاية هي إني أطبق في الإيكويشن. طيب يبقى الخطوة رقم 5 هي إن أنا ألاقي الديسبليسمنت عن طريق ان انا اعوض في الايكويشن. تعال نعوض، ادي الفورس فيكتور او الفورس ماتريكس، هلاقي ان اف واحد الفورس اللي في اتجاه واحد بزيرو، واف اتنين الفورس اللي في اتجاه اتنين هتطلع نيجاتيف 50 عشان هي عكس الفرض اللي احنا فرضناه، تساوي الستيفنس ماتريكس K11. تعال نشوف كده K11 كانت بكام، ب 157/250. وتعالى ناخد ال EA common factor بره، E 2 1 أو 1 2 ب 12/125، 12/125، نفس الكلام هنا هيبقى 12/125، وآخر حاجة اللي هي K22 ب 9/125، وعندي دلتا 1 وعندي
دلتا 2 مجاهيل. دلتا 1 لما تحط الكلام ده على الكالكوليتر، وزي ما قلنا قبل كده هتعمل لو معاك FX 991 ES، انت هتدوس مود، بعد كده هتدوس 5، بعد كده هتدوس 1، هيطلع لك المنظر ده 1 2 A B C. هتعوض بالترتيب 175 على 250 هنا، 12 على 125 هنا، 12 على 125 و 9 على 125. وفي خانة C هتعوض بالفورسز اللي هي 0 و نيجاتيف 50. في الآخر هتدوس انتر، هيطلع لك الاكس اللي هو المقصود بيها اول unknown اللي هو دلتا 1. دلتا 1 هتطلع بيه 133.33 اي اي، ودلتا 2 هتطلع نيجاتيف 872.22 اوفر اي اي. اوكي طيب، خطوة بعد كده هي اني اطلع الانترنال فورسز. الرول الأساسي زي ما قلنا قبل كده هو إن الفورس اللي موجودة في الممبر أو في أطراف الممبر بتساوي الفيكسد إند فورسز، وده الناتج عن لو في أي لودز موجودة على الممبر من جوه. لكن في حالة الرودز والفرامز والتراسز دايما بتبقى زيرو. F واحد اللي هي الممبر اللي هيبقى الفورس اللي هتبقى نتيجة كيس رقم واحد، زائد F2 هي الفورس النتيجة كيس رقم 2. ولما جينا قسمناها، تعال نشوف كده مثلا لو انا عايز اجيب الفورس اللي موجودة في الممبر رقم 1، فهتبقى بتساوي الستفنس بتاعت الممبر رقم 1 في الكيس رقم 1 زائد الستفنس بتاعت الممبر رقم 1 في كيس رقم 2 مضروب في دلتا 2. تعال نعوض الستفنس بتاعت الممبر رقم 1 اللي هو ادي كيس رقم 1، ستيفنس بتاعت ممبر رقم 1 اللي فوق بتساوي اي اي على الاثنين وتنشن، يبقى هنا بوزيتيف اي اي اوفر 2 مضروبه في دلتا 1. دلتا 1 احنا مطلعينها 133.33 اوفر اي اي، طبعا اي اي هتصير مع الاي بلس ستفنس بتاعت ممبر رقم 1. لكن في الكيس الثانيه هتبقى بتساوي 0، والديفليكشن بتاعت ديفليكشن 2 مش محتاج اعوضها، اللي هي نيجاتيف 2 نيجاتيف 872 على اي اي، كده كده هتبقى كل الترم ده بزيرو. يبقى في الاخر الفورس عندي هتبقى ب 66.67 طنز، وبالنسبة للفورس اللي موجودة في الممبر الثاني هتبقى بتساوي الاستفنس بتاع الممبر الثاني في الكيس رقم واحد مضروب في الديفليكشن رقم واحد زائد استفنس الممبر الثاني في كيس الثانية مع ديفليكشن رقم اثنين. لو رجعنا كده نشوف الممبر الثاني الاستفنس عنده ب 4 اي اي على 25 بوزيتيف لانه تنشن، يبقى 4 اي اي على 25 بوزيتيف في دلتا 1 اللي هي 133.33 على اي اي بلس استفنس الممبر الثاني في الكيس الثانيه. ادي ممبر التاني في الكيس التانية طلعت 3 اي اي على 25 و تنشن برضو، يبقى 3 اي اي على 125 تنشن، ونضربه في الديفليكشن التاني اللي هو نيجاتيف 872.2 على اي اي، ده هيطير مع ده يطلع لي في الاخر ان الفورس في الممبر التاني تطلع نيجاتيف 83.3. طيب لو انا عايز اجيب لو انا عايز اجيب الرياكشنز بسرعه عن طريق الفري بودي دياجرام،
خلاص انا عرفت ان الممبر رقم واحد عليه تنشن 66.67 و الممبر رقم اتنين عليه كومبريشن قيمته 83.3. يبقى بالميثود اوف جوينتس لو انا فصلت النقطة دي هتبقى كده، وده تنشن هيبقى باصص لبره هيبقى ده كده، يبقى الرياكشن بتاعي في الاتجاه ده قيمته 66.67. نفس الكلام ده كومبريشن، فيبقى الرياكشن بتاعي حاجة كده 83.3. لو في أي أسئلة ياريت تسيبوها في الكومنتات.